نشرت شركة جوجل منشوراً جديداً تشرح به آخر تطورات مشروعها الذي أطلقت عليه اسم Project Loan، والذي يهدف إلى تأمين خدمة الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية والبلدان النامية التي لا تتوفر فيها خدمات الإنترنت إلا على نطاق ضيق. وذكرت الشركة أنه تم عقد شراكة مع مقدمي خدمات اتصال بمعيار LTE، بالإضافة إلى تطوير المناطيد الخاصة بإيصال شبكة الإنترنت، بحيث يمكنها البقاء في طور العمل لمدة تصل إلى 100 يوم. وأوضحت أنه أصبح بالإمكان صناعة المناطيد خلال ساعات بدلاً من الأيام التي كانت تتطلبها هذه المهمة، كما أنه أصبح بالإمكان إطلاق العشرات من المناطيد كل يوم بدلاً من منطاد واحد فقط. وتعتمد هذه الفكرة على وجود محطة إرسال أرضية متصلة بمزود خدمة الإنترنت، تقوم بإرسال الخدمة عبر أمواج راديوية ليتم استقبالها بواسطة الهوائيات الخاصة بالمناطيد، لتقوم هذه المناطيد بإرسال الخدمة إلى هوائيات الاستقبال الخاصة بمشتركي الخدمة على سطح الأرض.